70 دقيقة والنتيجة هدف لهدف. كرة من اسماعيل بالمعلم في التماس، الحكم يقول خطأ للمنتخب الغامبي. حذاري من حكم المباراة اليوم ليون، وحذاري من واقعية المنتخب الغامبي الذي تتاح له فرصة سيسجلها وسيجسدها لهدف كما فعل خلال الجولة الأولى، وبالتالي ما لازمش نعطيهم فرص للوصول لمرمى الحارس نادر المغري. هدف لهدف لحدود الساعة. كرة في تماس للمنتخب الغامبي على بعد 10 دقائق من النهاية. كاريزما الأسود لو حضرت. كرة مرفوعة صعبة، نادر المغري برافو، نادر المياغري برافو، ارفع لك القبعه. نادر المياغري اليوم هو المنقذ، هو المنقذ، هو المنقذ، هو المنقذ امام بامودو جاني. كاريزما نادر المياغري، كاريزما القياده لحارس المرمى تبعد